أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في عرصات يوم الدين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصلى الله وسلم على سائر النبيين والمرسلين، ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعلى التابعين وعلى سائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم، يا رب اجعلنا فيه من المعتوقين من النار، وكذاك آباءنا وأجدادنا وأسلافنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وجميع المسلمين. اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين، اللهم يا رب كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم انصرهم في كل مكان يا خير الناصرين، والحمد لله رب العالمين. الموضوع الذي نتناوله في هذه السلسلة أولويات المسلم في الغرب. فتحدثنا في اللقاء الماضي في تمهيد بسيط حول هذه الأولويات. ما هي الأولويات إن شاء الله؟ اذكرهم لي إن شاء الله بخمسة. اذكروا هذه الأولويات الخمسة. الأولى إن شاء الله تعالى، أيوه، أن تنقذ نفسك من النار. ثانية، زيد، أن تنقذ أبناءك وأهلك من النار. ثالثا، واجبك نحو المسلمين، مجتمع المسلمين في هذا البلد. الواجب الرابع، واجبك نحو بلدك أمريكا. والواجب الخامس، واجبك نحو أمة رسول الله في الآفاق. ولنبدأ بالأولوية الأولى، والواجب الأول، وهو أن تنقذ نفسك أنت من النار. فتحدثنا في اللقاء الماضي على أن الإنسان ينبغي أن يحدد أن أعظم ما يسعى إليه المؤمن وهو أن ينجو من النار وأن يفوز بالجنة، وإن هذا المقصد العظيم تحول دونه عقبات، وخاصة ما يسمى بالخوف على الزلل في هذه الدار، أن تخاف ألا تثبت. وذكرت أن الرسول الأكرم خير الخلق كان يسجد بالليل ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله ويخاف على قلبه، ويقول الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وذكرنا أن بعض أصحاب رسول الله زلوا فأعادهم الله إلى جادة الصواب، ومنهم من زلوا وزلوا أبد الآبدين، الرجال بن عنفوة. وفي الصالحين من الأمة عبر القرون منهم من زل، فكيف لا تخاف أنت؟ ثم لا بد أن تخاف أكثر وأنت تعيش في مكان لا تحكمك شريعة الله، ثم لا بد أن تخاف أكثر لأنك تعيش فتن آخر الزمان، حيث يصبح المؤمن الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت إن شاء الله تبارك وتعالى أن تثبت على الدين حتى لا يضيع منك أعظم ما أنعم الله به عليك، وهو نعمة الإيمان. أيوه، واش بغيتك دير؟ أول حاجة اللي خصك ديرها إن شاء الله تعالى، أول مسألة ينبغي، أول إجراء عملي حتى يعينك الله تعالى على الثبات، أول إجراء عملي إن شاء الله، واش هو؟ أي قول لي الله يرحم والديك، وهو أن تحدد غايتك في هذه الحياة. الله، ما غايتك؟ ما هدفك؟ ما هدفك في الحياة؟ أن تأكل لتعيش؟ أن تعيش لتأكل؟ ما غايتك في الحياة؟ أن تجمع؟ زين، أن تبني البيت؟ أن تتزوج المرأة الحسناء؟ أن تشتري السيارة الفارهة؟ ما غايتك في الحياة؟
هل هذا هو الذي خلقك الله من أجله؟ إذا كنت إنما تعيش لغاية دنية وهي الدنيا، أنت منذ البداية نقول لك لقد أضعت على نفسك إيمانك. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فماذا تريد أنت أن تحققه في هذه الدنيا؟ ولذلك فالله تبارك وتعالى قسم الناس في القرآن إلى قسمين حسب غاية كل واحد منهما. أحدهما يريد الدنيا، أن يقصد الدنيا، أن يجمع، يأكل، يشرب، يتزوج، يتلذذ، يتمتع، ثم بعد ذلك يروح إلى ربه بلا عمل. ومنهم من يجعل الغاية الله ورسوله والدار الآخرة والدين والإيمان وأن يعيش وفق مرجعية الإسلام وأوامر ربه. الناس صنفان. قل لي ما غايتك أقول لك من أنت، قل لي ما هدفك في الحياة أصنفك من أنت. هل أنت من العباد الربانيين أم الشهوانيين الدنيويين؟ من كان يريد الحياة الدنيا، هذا هو الهدف، وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. من كان يريد فقط الدنيا، غايته الدنيا، عليها يتنافس ويتحاسد ويتقاتل ويبغض. الله الله، إنه لا الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتها. الله. في سورة الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. أراد أن يحرف الدنيا فقط وأن يعمل للدنيا فقط، وحينما يروح إلى ربك لا يجد زرعا يحصده لأنه حرف للدنيا الفانية، وما عمل به للفانية يفنى. ما عندكم زين، ما عندكم فان، وما عند الله باق. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن من أي الصنفين أنت؟ ماذا تريد؟ تريد الدنيا لها تعمل وعليها تحب وعليها تبغض ومن أجلها تقاتل، هذا هو الهدف ديالك، أم أنك تريد الآخرة؟ الله الله الله. حدد غايتك حينما جئت إلى هذه الأرض. هل جئت فقط لكي تجمع الأموال ونسيت أولادك ونسيت دينك ونسيت عقيدتك ونسيت هويتك ونسيت لغتك ونسيت أرضك ونسيت الآخرة ونسيت لقاء الله ونسيت العري والفضيحة يوم القيامة بين يدي الله؟ من تكون؟ حدد غايتك، حددها. يا الله يا الله. وأنت ماذا تريد أن تحصل في الآخرة؟ على ماذا تريد أن تحصل؟ أن تروح إلى ربك سالما وأن يزحزحك الله من النار وأن يدخلك إلى الجنة دار القرار بجوار المختار. صلوا على الحبيب.
إنها الجنة، إنها كرامة الآخرة. كرامة الآخرة. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط كل الأعمال بالإيمان باليوم الآخرة وبالجنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليكرم ضيفا، فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها القمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كل العقائد والأعمال والأقوال والسلوكيات والهواجس والعزائم والنيات ينبغي أن ترتبط بدافع، والدافع هو الإيمان بالله واليوم الآخر. الله، كل حركة كل سكنة إلا وتربطها بالآخرة بالجنة. أنت تريد الجنة؟ عندك تغرك هذا 500 متاع الدنيا. خاسر من يبيع الخلود بالدنيا الفانية، من يبيع خلودا بأيام معدودات. كان رسول الله صلى الله عليه يركز هذه المسألة ويرسخها وهو يربي أصحابه، يربي أبناء الآخرة، يربي من يحملهم أمانة هذا الدين حتى لا يفتنوا بالدنيا فتضيع الأمانة في أيدي أناس لا يوثق بهم. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذا البئر على اليهودي، بئر ديال الماء في المدينة، كان في المدينة بئر فيه الماء وكان أهل المدينة يعانون من العطش، فكان اليهود يستغل عدم وجود الماء في المدينة فيبيع الماء بثمن غال. فقال رسول الله: من يشتري هذا البئر صدقة للمسلمين وله الجنة، له الجنة. فيشتري عثمان رضي الله تعالى عنه البئر، فيتقاسم المسلمون مع اليهودي، يسقي اليهودي في يوم وفي اليوم الآخر يستقي المسلمون ما يكفيهم ليومين، فرأى أن صفقته خاسرة فباع الشطر الآخر لسيدنا عثمان لكي يخلص البئر بالتمام والكمال لأمة رسول الله. اشترى بئرا المقابل الجنة. من يشتري صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل للتهجد، فقام في ليلة فوجد ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادمه يحمل إناء من ماء ينتظر النبي ليقوم للتهجد فيوفر له الماء. فأعجب الرسول بفطانة هذا الشاب هذا الغلام، فقال له: ما الذي يمنعك من النوم؟ ما الذي تفعل هنا يا ربيعة؟ قال: أهيئ لك الماء. فأعجب بذكائه وفطنته فقال: اسأل ما شئت، راه معك رئيس الدولة، اسأل ما شئت، اطلب ما تحب. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. الله. فأراد أن يمتحنه ويختبره في صدق طلبه، قال: أغير ذلك يا ربيعة؟ شوف لك شي لقريمة، قريمة لك شي مرة زينة نزوجها لك، لك شي جائزة بمليار، لك شي رخصة نتاع الصيد في أعالي البحار، لك شي رخصة نتاع مقالع الرمال، نعطيك شي وزارة، نعطيك 15% تاع أيوا مالك أنت. قال له: لا يا رسول الله، أسألك فقط مرافقتك في الجنة، كل شيء يفنى. قال له: أغير ذلك؟ قال له: يا رسول الله، قال: ما تضيعش الوقت، لا أريد غير الجنة معك بديلا. الله. لا أرضى غير الجنة بديلا. دين تا الدنيا، الدين تا البلايص، أنتم تتنافسون عن الكراسي،
أنتم تتنافسون عن السيادة، عن الجاه، تتنافسون عن المال، تتنافسون على أن تقدموا بين يدي الصفوف، كل ذلك لا ينظر الله إليه. أنا رأيت حتى بعض المسلمين يتنافسون في أن يكونوا رؤساء جمعيات، وإذا بهم يصبحون مستبدون، وإذا بهم حجر عثرة في طريق إشاعة الدعوة في أوروبا وفي غيرها. بدي أنا أريد الجنة، لا أريد غيرها. اللي بغى شي كرسي الله يتهرس عليه، واللي بغى شي منصب الله يديره. واسمو بغيت قول لي، لأنك تحدد واسمو بغيت ستعرف بعد ذلك الوسيلة التي تحقق بها مقصدك. لكن حدد أولا ماذا تريد. لقد كان رسول الله صلى الله عليه يركز على هذه المسألة تركيزا عجيبا، فيقول وهو يعرض نفسه على القبائل حتى تأويه لنصرة دين الله، لما لم ترد مكة أن تقبل دعوته كان يخرج خارج مكة ويلتقي بالوفود فيقول: هل من قبيلة تأويني وتنصرني حتى يظهر الله الدين؟ فلا يريدون. لكن قال له بحير بن فراس من أحد القبائل: نحن نأويك وننصرك، ولكن بشرط. قال: ما هو الشرط؟ أن يكون الأمر لنا من بعدك. نصرك ولكن إذا نصرناك يخص حنا نوليو نحكموا موراك. يشترطون الكرسي. قال رسول: لا حاجة لي بكم، من لم ينصر هذا الدين لله ويريد وجه الله والدار الآخرة فلا نقبله أبدا في صفوفنا. إنه مخدر في الصفوف، إنه يحطم الصف من الداخل. يا ربي، قال له: سبحان ربي سبحانه، نهدف بنحورنا إلى الأعداء فتتطاير الرؤوس، وننصرك بعد أن نقدم التضحيات. وحينما نقول لك: ما مقابل هذه التضحيات؟ تقول لنا: الأمر لله. الأمر لله، نعطيه رصاننا ونعطيه دمنا وولادنا ونسانا، ننصرك. وحينما يظهرك الله بدعمنا ومسادتنا ونصرتنا لك تقول: الأمر لله. قال لهم السنة الله يرحمه: أنا من نصر هذا الدين لا ينصرني أنا، ما راش ينصرني أنا. سمعت مني؟ ما تقولش من ينصر فلان ولا فلان، لا، من ينصر هذا الدين بصدق، وربي هو يعرف الصدق. وهل عدد من الناس كتصيبهم يتنافسون في الخدمة ويتنافسون في الخير، لكن من الذي يعلم مقصد كل واحد؟ والله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نصر هذا الدين بصدق، الله يعلم صدق كل واحد. ربي قال الصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهم أصحاب رسول الله وخيرة الأصحاب الذين قاتلوا مع النبي في أحد. ومع ذلك قال لهم: راه فيكم اللي خرج للدنيا والغنيمة. حتى قال ابن مسعود: والله ما كنت أعلم أن في أصحاب النبي من خرج يوم أحد يبتغي الغنيمة حتى ذكرهم الله من فوق سبع سماوات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من نصر هذا الدين بصدق فإني أضمن له شيئا واحدا. واسمه الجنة. أما الدنيا ما عندي ما أضمن لك، ربما تزيد تكرفص، ربما تزيد تفتقر، لأن اللي يحبهم الله يبتليهم، لأن طريق ربي ليست مفروشة بالورود. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنها الجنة يا أخي، الجنة من يعمل لها، الجنة التي تطير النعاس على أعين الصادقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو قرأتم بعض الآيات التي تريد أن تقرب بعض المعاني للجنة إلى عقولكم، ولو استعمل الإنسان فكره يتدبر آيات النعيم في الجنة لما استطاب النوم أبدا. جابر بن سمرة رجع رضي الله عنه من الجهاد،
فلما أراد أن يضطجع ليأخذ قسطا من الراحة كان يتقلب كالطير الذي وضع في مقلاة لزيت مغلى، ثم يقوم فيقول: طير ذكر الجنة ونعيمها النوم عن أجفاني. كيف يمكن لطالب الجنة أن ينام؟ كيف الله، كيف؟ سبحانك ربي سبحانك. ثم يتقلب بعد ذلك بعد أن يكون قد صلى طويلا فيتقلى كما يتقلى الطير المقص الذي قصت جناحه، فيقول: طير ذكر النار والعذاب فيها النوم عن أجفاني. فيقوم يصلي حتى تتفطر قدماه وحتى ينبلج نور الصبح. هكذا إنها الجنة، إنها الجنة. قرأت شوية على الجنة ولا ما قرأت شوية؟ عرفت شوية شي حاجة على الجنة ولا ما عرفت شوية؟ يا الله، قرأت شوية على الجنة ولا ما قرأت؟ لو كان غادي تكلموا على الجنة ما نكملوش، ولكن المهم أنا كنت تكلموا على المقصود. سبحانك يا ربي سبحانك سبحانك. نقول لكم غير شي آيات وصف وتفكروا أنتم أصلا هذه الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. أفنان أغصان ملتفة وتحتها ظلام، وظل الشجرة في الجنة يجري تحتها الراكب على الجواد المضمر 70 عاما، 70 عاما. ظل ممدود، ظل ممدود. ربي 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 تبيع هادشي 30 دولار، 40 دولار، 100 دولار، 1,000,000 دولار، 1,000,000,000 دولار، تبيع هادشي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان أنهار من ماء غير آسف، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين لا تنزف العقول، أنهار من عسل مصفى وفيها من كل الثمرات، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. قطف العنب في الجنة، قطف العنب يأكل منه كل أهل الدنيا فيشبعون ويبقى كما هو. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين جلوس الملوك، كن عبدا لله في الدنيا تكن ملكا يوم القيامة. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، إذا كان باطن الفراش من استبرق فكيف يكون ظاهره؟ المستور من استبرق فكيف بظاهره؟ ورب رب 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 وجنى الجنتين دان، أي ما يجنيه الإنسان من ثمار أشجار الجنة دان، بل ليس دان فقط.
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. إذا عرضت ثمرة لا تتعب نفسك، إنما إذا دار بخلدك أنك تريد ثمرة إذا بالثمرة تتدلى إلى فمك لا تتحرك، فأنت في دار الكرامة، أنت ضيف على الرب تعالى الذي بنى دار الكرامة ودار السلام بيده. خدمت هنا، خدمت هنا، خدمت هنا الجنة، ثم ما تخدمش، خدمت ثم ما تخدمش، يا الله. وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف أي يقصرن الطرف على أزواجهن، أي طرفهن لا يتعدى النظر إلى الأزواج، إنها قمة العفة والصون في أزواج أهل الجنة. الله، أعظم مدح تمدح به المرأة في الدنيا والآخرة أن تكون مقصورة على زوجها، مقصورة النظر على زوجها. الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بلى بلى، أحسنوا في الدنيا فكان جزاء الإحسان في الدنيا إحسانا، فالجزاء من صنف العمل، من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل الحسنة جزاؤه الحسنى، للذين أحسنوا في هذه الدنيا الحسنى. الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. أقل منهما، لأن الأولى للمقربين والثانية لأهل اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. اقرأ القرآن مليء بتشويق الأمة لكي تنال هذا الحظ العظيم عند الله. الله لم يذكر ذلك فقط للتسلي، لا 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 لا، الله يصف دار كرامته لكي يشوق أحبابه إلى هذه الدار. الله، كتب ابن القيم كتابا تحت عنوان حادي الأفراح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. حادي الأرواح، ما هو الحادي؟ الذي ينادي في الناس، ولكن ينادي من؟ أرواحهم، إيمانهم، يحرك إيمانهم للشوق إلى دار الأفراح الجنة. فبماذا حركهم هذا الحادي؟ بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأنت إنما تريد الجنة إذا أردت أن تثبت، وأردت بإذن الله تعالى أن تعيش على الإيمان وتخاف على فقد الإيمان، فحدد غايتك واجعلها الله ورسوله والدار الآخرة والجنة دار الكرامة، لكي تكون فيها بجوار أصفياء الرحمن. الله، هل حددت غايتك الآن؟ يلشت الأمة والشباب انتحى، الهمة انتحهم في الكورة وفي الغناء وفي المسلسلات. اعلم أن شباب الأمة قد خدر، وأن مخططات أعداء الأمة قد نجحت في مسخ شبابها والقضاء على مستقبلها. إلى اشتد الله، حينما كان الموريسكيون في الأندلس يريدون استعادة الأندلس من المسلمين في غضون 8 قرون، أرسلوا علماء الاجتماع ليدرسوا حالة المجتمع المسلم، كيف علاقته مع ربه، حتى يختاروا التوقيت المناسب لينقضوا على الأمة ويستردوا الأندلس ويأخذها منهم عنوة كما أخذها المسلمون فتحا. فخرج بعد 4 قرون علماؤهم
وفي قريطرة إحدى مدن الأندلس نزل هؤلاء العلماء فوجدا شابان يتخاصمان، واحد عنده 12 عام واحد عنده 14 عام، مسلمين يتخاصموا. فنزل ليعلم سر هذا الخصام وسبب هذه المخاصمة. أتدرون حول ماذا كانوا يتخاصمون؟ أنا قاعد أتخاصم. علاش كنت سجل الإصابة على البارصة؟ واش ميسي ولا كيسي؟ الشباب اللي مثلا يعمر القهاوي وتتوقف الحركة عند مقابلة نتاع البارصة يقول له أنا بارصة ولا خر رياضي، ويتسمرون هكذا أمام التلفاز كأنهم يعبدون ربا، تأتيه البولة فتحصره فلا يستطيع أن يقوم ليتخلص منها مخافة أن تفوته لقطة. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم. ألم كانوا يتخاصموا الزوج تشر؟ كانا يتخاصمان حول حديث صحيح لرسول الله أورده الإمام البخاري، يتخاصمان حول رقمه في السلسلة. واش 1211 ولا 1212؟ على واش هذا الحديث هو 1211 ولا 1212؟ قال له ولي الأمة اللي كتخاصم شاب صغير حافظ صحيح البخاري، ماشي القرآن، شاب صغير حافظ صحيح البخاري 12 عام حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري والإمام مسلم وتفقه في الدين وعرف بينه وبين ربه، هل يمكن للأعداء أن يأتوا إلى هؤلاء الذين طهروا قلوبهم من أرجاس الدنيا وارتفعوا وعزوا وسادوا؟ هل يمكن لأمة أن تواجه؟ لا يمكن. روحوا قال لهم تروحوا زيدوا خدموا، زيدوا نشروا الغناء والخمر والفسوق، روجوا المشروع تاعكم. وبعد قرنين من الزمان خرج نفس العلماء وإذا بهم في مدينة إشبيلية يجدون شابا صغيرا يبكي، فنزل إليه فسألوه لما تبكي؟ فقال لقد تركتني صديقتي وذهبت مع شاب آخر. My girlfriend is going to the ما نعرف on fair. ذهبت his girlfriend. تعرفوا احنا الجملة الأولى اللي قرينا في الإنجليزية واسمه هي I drink whiskey with my girlfriend. الجملة الأولى شتو؟ أقسم بالله لا، الجملة الأولى اللي قرينا هي I go I drink whiskey with my girlfriend. شحال الغلط هنا يا شرعي؟ وشحال اللغة صحيحة سليمة 100%، كتكتبها عندك 100%، ولكن واش معلبوك باللغة أنك تشرب ويسكي؟ ومعامل معامل ماشي مع مرتك، مع خليلتك. شحال كان من منكر؟ الخمر والزنا والخدانة والخلة الحراء والليالي الحمراء والخلوة بالنساء والصفاقة، كل ذلك. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال له اضرك منين هاد الناس إن شاء الله راهم دايرين هكذا؟ ادخل عبد الملك بحمارك، أعلنوا الحرب عليه، لن يثبتوا ساعة في ساحة الوغى، لقد أهلكوا أنفسهم بالشهوات والمعاصي، والمعصية زين سلاح بيد عدوك، فمتى عصيت ربك فقد أعنت عدوك عليك، لأنك قطعت صلتك بربك. فإنما يكون الله معك حينما تطيع ربك. فإذا التقى خصمان فالغلبة للقوة، إذا تعادلا فاش في الوسائل، لكن يكون الغلبة للتقوى، إذا حضرت التقوى دخل الله في المعركة إلى جانبك، إلى جانبك. الله يدخل إلى المعركة بجانب من أطاعه. إن تنصروا الله
ينصركم. الله. إذن فما هي غايتك؟ إذا كانت غايتك الكرة، اللعب، اللهو. أنا واحد قضية عجبتني هاللي ما تعرفوا اسمه يونس، تعرفوا القضية عجبتني واسمه يونس. أفتى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب للفريق الأولمبي الذي سيلعب في لندن مباريات أولمبية، أفتى للاعبيه بجواز الفطر في رمضان لأنه سيقوم بعمل وطني كبير بشريطة، شريطة واسمه شريطة زين، غير بغي يقول لك شريطة واسمه أن زين أن يقضوا تلك الأيام من اللي يولي أقضوا لهم دائما اللاعبين كيدر يقضي دائما اللاعب يقول له كي يولي يلعب هنا يقضي ولا أرى لعب. فقلت في نفسي العلماء يفتون للاعبين ولله، يفتونهم بأن يفطروا لأنهم ذهبوا ليلعبوا، العبي يا أيتها الأمة فهنالك علماء من يفتون لكم إذا لعبتم بأنكم لكم الحق في أن تأكلوا رمضان. لعبوا اللعب على حساب الدين. وحينما نطق الرويبضة وأحل الحرام لزم الصمت. شيب راسي شيب، شيب راسي شيب، شيب راسي شيب، شيب. شعب حينما تغيب الغاية يكبر الصغير ويصغر الكبير ويقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، يكون المغني هو القدوة، المغنية هي الرأس، هي المثال، هي النموذج المحتذى، ويكون حامل كتاب الله والعالم تحت الصباط ما يهدر عليه حتى واحد، يجد ظهره عاريا إلا من الله. يا الله ما أحلاك يا حبيبي يا الله. فتأتي أخت تسمى حسناء زيد، كيف اسمه حسناء زيد؟ ها؟ خلاني حسناء من كوالالمبور من ماليزيا، شاركت فيما يسمى مسابقة العالمية للقرآن حفظا وترتيلا، ولأول مرة ترفع فتاة في عمر الزهور رأس المغاربة عاليا ورأس القرآن، راية القرآن على ربوع أهل القرآن في المغرب الإسلامي، فتحتل الرتبة الأولى من دون نساء العالم كله. تكبير. فلا يستقبلها أحد ولا يعترف لها بنبوغها أحد. أمة ما بغتش الطهر، مش الأمة استمحوا لي، مش الشعب، لا الشعب طيب مبارك خير، الناس اللي كيسيروا، الناس الذين حملوا أمانة تسيير هذا البلد، أليست هي أولى من أن تستقبل؟ لأنها إنما ترفع راية البلاد، ترفع راية القرآن، ترفع راية الفضيلة، تصحح نظرة الآخرين للمغربية المسلمة التي شوهت سمعتها في كل أرجاء الدنيا. كيف؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحدد غايتك واجعل غايتك الله ورسوله والدار الآخرة والجنة، ديرها في قلبك، اسمعني، اربط قلبك بربي،
ما تديهاش البشر. عامل الله في خلقه، عامل الله في خلقه، عامل الله في خلقه، بغيت ربي يثبتك عامل الله في خلقه. وهنا أتحدث لكم عن ثلاث مجتمعات، ثلاث مجتمعات فيما يخص تحديد غاية كل مجتمع. قال مالك بن نبي المفكر الجزائري رحمه الله تعالى: في العالم ثلاث مجتمعات حسب الغاية. المجتمع الأول هو مجتمع زيد، زيد مجتمع، مجتمع الأشياء، هذه كملوا هنا شرح، مجتمع الأشياء. والمجتمع الثاني مجتمع زيد الأشخاص. والمجتمع الثالث هو مجتمع الفكرة، الفكرة. مجتمع الأشياء غايته الأشياء، ومجتمع تعظم فيه الذوات فتكون الغاية هي إرضاء الحاكم فتولد الاستبداد، ومجتمع الفكرة الذي ترتفع فيه وتسمو فيه الفكرة. هذا في الحديث عن الغاية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فالموضوع اليوم كان حول ماذا؟ حول ماذا؟ إذا أردت أن تثبت فحدد غايتك. صافي حددت الغاية ديالك في الدرس ولا مازال؟ وصححت ولا مازال أزيدي؟ ولا غيرك تسمع وراني نقول أنا؟ والصافي ولا مازال أنت إن شاء الله تعالى بغي بهذه الجمعية بغي الفلوس، وبغي في هذيك بغي الآخر، وبغي هذيك الهيه، وبغي بذاك الآخر؟ اسمع السي محمد، من كانت غايته غير هاتي فلا يصحبنا، فلا يصحبنا، فلا يكن ثقلا على الدعوة، ولا يكن سببا في تنفير الناس بالإسلام. هي واحدة واضحة لا لبس فيها. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.